المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في فضائية الرئاسات وبرنامج قضايا وشؤون. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ محمد علي الشعب لتقييم خطاب الرئيس الإريتري سياس أفورقي الذي أجراه معه التلفزيون الإريتري، ويعتقد أن اللقاء تم أثناء زيارته للصين لحضور منتدى الصين وأفريقيا الذي انعقد مؤخرا في الصين، وتحدث فيه حول المشاركة الأفريقية وأهمية المنتدى الذي شارك فيه وما ينبغي أن تفعله أفريقيا قبل هذه المنتديات، وكثير من الأشياء التي تحدث عنها حول أفريقيا. أيضا أشار إلى انهيار منظومة الاتحاد الأفريقي وبقية المنظمات الإقليمية الأفريقية وعدم فاعليتها. نترككم مع الأستاذ محمد علي الشعب لتقديم قراءته حول خطاب أو لقاء الرئيس الإريتري سياس أفورقي. أستاذ محمد علي الشعب، أهلا وسهلا بك في فضائية إرسات وبرنامج قضايا وشؤون. أهلا وسهلا بك أستاذ كرار وبالمستمعين وبالرسات، وشكرا لك يعني إطلالة جديدة جدا نطل بها جماهيرنا وشعبنا من خلال الرسات، يعني شكرا لك. نعم أستاذ، أكيد طبعا تابعت خطاب الرئيس الإريتري أستاذ، كثير من المستجدات في الساحة السياسية، لكن الآن حديثنا سيقتصر حول المنتدى الأفريقي الصيني ولقاء الرئيس الإريتري وحديثه حول يمكن أفريقيا على وجه الخصوص أستاذ. أول هو ده ما خطأ، ده لقاء صحفي هو عمله مع صحفي نعم أمريكي، لقاء نعم على الفضائية. مع التجر الأمريكي كان موجود، وللأسف الشديد ده. أنا كنت أتوقع بحكم مشاركته في المنتدى الصيني الصيني الأفريقي أن يعقد مؤتمر صحفي عالمي لكل الصحافة العالمية ويبدو برأيه حول كل القضايا اللي قاعد يطرحها. من القضايا اللي طرحها للتلفزيون الأريتري أو البكرينيا هي يعني لغة محلية، وقد لا يتصل المعلومة والرسائل اللي رسلها هو لمجموعة محددة لفئة محددة من الشعب، وحتى الإنسان ما يعني فهم اللغة الصينية من الصعوبة اللي هو اللغة اللي بيتكلم بها شوية صعبة عليهم، فلذلك يعني عمل الإعلانات المخصصة. إذا أنت لما تكون في لقاءات زي دي ومؤتمرات زي دي كل المتعارف عليه تعقد تدعو للصحافة العالمية وتتعرف فيك وتناقش معك حول مخرجات المنتدى ورؤيتك فيه، وحتى المذكرة اللي انت رفعتها والمشاريع اللي تكلمت فيها. هو حقه كان يعقد هذا المؤتمر الصحفي العالمي والناس كلها تتناوله من خلال وسائل إعلامية سواء تكون اللغة العربية أو الإنجليزية، ولكن هذا لم يتم يعني. فحتى دي النقطة الأولى، ف عليه يعني الأسلوب اللي قدمه هو ما كان سليم. ثاني حاجة هو اتكلم كل مرة سياسي، فاجئنا لما يمشي المؤتمرات زي دي أو لقاءات زي دي بيعمل هجوم عليها على الطريقة الترامية، زي ترامب بيهاجم على الطريقة الترامية. السياسي كمان تعود من زمان إنه يهاجم. أول مؤتمر حضره في منظمة الوحدة الأفريقية على ما أذكر في 1993 أيام تحررت إريتريا، فأول دعوة وجهت إلى دولة إريتريا كانت أول جلسة يعني خالات الراجل ما خلى في الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأفريقي ما خلى فيها حاجة يعني. فمن ضمن النقاط اللي قالها مبارك كان هو يترأس الاجتماع، فقال يا جماعة الرأي اللي جاي من القابة، قال عشان كده ما طلبوا رأي، كان محارب وكان بيناضل أن تتحرر دولته وأنا أو إريتريا نالت استقلالها، ومع ذلك يعني الرئيس زعلان لأن الاتحاد الأفريقي ما عملت له حاجة، فعلى الأقل فوت الكلام ده بهذا الشكل. لكن بعد 33 سنة تتكرر أن شخص يهاجم المنظمات الأفريقية ويشوه سمعتها ويتكلم مع أول طبعا أول مؤتمر وآخر مؤتمر حضره في القاهرة تلك الفترة يعني. بعد ذاك لم يشارك حتى في اجتماعات الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي ولا في أي لقاءات حصلت ما حصل يعني.
فلذلك يعني يبدو لي طالما انت حاجه ما شاركت فيها ما تفاعلت معها، كيف تقدر تقيمها هي فاشله ولا ما فاشله؟ ده واحد. النقطه الثانيه، سياس هو فيلسوف وقبل ما يكون رئيس لدوله اريتريا، يعني الطريقه اللي بيتكلم بها وكأنه هو ما عايش في اريتريا مثلا. يعني اريتريا ما فيها مويه، اريتريا ما فيها كهرباء، اريتريا ما فيها طرق حديثه، اريتريا اقتصاد زيرو، اريتريا يعني ما عندها يعني نسبه يعني معدوم فيها المواصلات، معدوم فيها. هو عايش في عالم ثاني. هل تعتقد من خلال كلامه ان الرئيس ده عايش في دوله، ما دوله اريتريا، عايش في دوله لها كل الامكانيات عندها متوفره فيها ويتكلم؟ اذا كان لو تكلم بطريقه يعني اللي عايش فيها الشعب الاريتري ما كان يتكلم بهذا الشيء وبهذا الاسلوب بهذه الطريقه. يعني ده الملاحظه الاولى، يعني تكلم في قضايا تصدير المواد الخامه لتشاينا مثلا. قال احنا قدمنا مشروعنا الى انه تشاينا لابد ان تكون، قال كل واحد بيعرض بضاعاته زي ما قال يعني، وتباع بارخص الاسعار وفي تنافس موجود، وانه ولهذا السبب قال كل الثروات اللي تؤخذ من افريقيا يعني ما لها اي عائد. وقد يكون صحيح في النقطه هذه، لكن اول الناس اللي قاعد يستخدمه هي اريتريا طبعا بيستفيد منه. يعني عند 33 سنه وتشاينا بتاخذ المواد الخام بالذات في غذاء الذهب وغذاء ومواد غيرها يعني. فلذلك يعني العائد اللي كان موجود للشعب الاريتري ما ظهر، سواء في المستشفيات، سواء في الطرق، سواء في البنيه التحتيه. هذه الاشياء ما يعني كل الاشياء اللي كان بيبيعوها العائد بتاع او تصدير هذه الثروات الاريتريه، او كمان ما حصل انه تمت اعادتها بشكل صحيح يعني في زي ما قلنا لك البنيه التحتيه. اذا هو احد الناس اللي يلعبوا في الشغله دي. انت تقول كان بيبيع ولكن العائد للشعب ما كان موجود. لو يعني لما هرب الشعب، لما قادر اريتريا لو اتيحت له هذه الفرص وهذه الامكانيات وهذه البنيه التحتيه والمشاريع الاقتصاديه، لو كان هو استخدمها بطريقه هذه الاشياء اللي قاعد يبيعها، وكمان لو رجع لاريتريا ده. لو نظرنا للدول الثانيه قاعد تستخدم الامكانيات التجاريه، المساعدات اللي قاعد تبيعها، الحاجات اللي قاعد يكون عندها عائد في داخل البلد، زي اوغندا مثلا، زي قبل كده تكلمنا في الصينيين، كل القضايا الاقتصاديه بتاعهم او المساعدات اللي كانت تقدم، او كمان الحاجات اللي كان يبيعها، العائد بتاعهم كان يرجع للشعب. اذا في الحاله زي دي انت يا ما استفادت حتى الحاجات اللي كانت تبيع لتشاينا اللي قاعد ينتقدها هو، وقاعد يقولوا لا قاعد تشتري الحاجات بسعر رخيص وقاعد ترجع لنا بسعر غالي. فقال احنا وجهنا رساله او كمان تقدمنا بمشروع شيء. السنين ما بيسمع الكلام ده، او النظريات دي ما بيسمع، لان السنين التاجر هو التاجر في النهايه بيشوف مصلحته يعني. فلذلك السنين بيشتروا منك الحاجه وبكره بيرجع لك بطريقه، بيشتروها خامه وبكره يسمعوها ويدوك لها ومقص. وتكلمنا في النقطه دي بالذات، اكدنا انه هم حيرجعوا لك بكره البضاعه وياخذوا منك القروش اللي ادوك لها باثر رجع يعني. فالحقيقه خطابه كان ما مستوى ذاك اللي بيتكلم او قائد يتحدث بامور حقيقيه وواقعيه يعني. فيبدو لي النرجسيه خطابه اعلى من الواقع، اعلى من، او كمان رسالته اللي ارسلها كان ما للشعب الاريتري، ولكن هي موجهه. وكانه هو قدم طروحات جديده في المنتدى الصيني الافريقي، وهذه الطروحات، وكانه هو قائد لافريقيا بينزل لافريقيا، كان بيتكلم باسلوب انه هو قائد افريقيا وهمه انه كيف يحافظ على ثروات افريقيا، وانه قاعد تسرق يعني اكثر من اللازم، يعني اكثر من الشيء اللي يقال عليه انه هو يتكلم نعم بطريقه. أستاذ شعب، يعني مقارنة دولة إريتريا بالدول الأفريقية الأخرى أستاذ، الخدمات اللي موجودة فيها أفضل بكثير، ودول ملتزمة بتسديد ديونها أو العمل على تسوية ديونها مع الصين ومع غير الصين، لكن إريتريا لا توجد في هذه القائمة. وربما الآن إريتريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم يعني لاستخدام جوالك أو تلفونك يعني يجب الاستعانة بالكارت المدفوع القيمة،
هذه في كثير من البلدان حول العالم لا توجد الآن هذه الخدمة، قديمة جدا. يعني مستوى التخلف في إريتريا أستاذ، حتى الاتصالات نفسها، يعني مع تطور التكنولوجيا الآن وإمكانية الحصول على كل شيء بسهولة، يعني إريتريا في استخداماتها التكنولوجية متخلفة جدا. البنى التحتية في إريتريا لا توجد. هو نفسه شهد قال أين الموانئ، أين عصب، أين مصوع، أين حتى أسمرة، أين كل شيء. الآن لما يقيم ويتحدث مقارنة بالدول التي تتعامل مع الصين ومع غير الصين في يعني تستثمر وغير الاستثمار أستاذ أشار، يعني لا كان ينبغي من الأفضل له أن لا يتحدث على الإطلاق. هو يعني أنا زي ما قلت لك، اللغة اللي عمله محدود ولفئة معينة من الناس، والكل بيعرف الموجودين في إريتريا الليلة الشعب الإريتري بيفهم كلامه ده. يعني عليكم أن تصبروا، أن تتحملوا المصائب، وإذا نحن أخذنا قروض حتى نواجه نفس المشكلة. هو قال في دول أخذت قروض من الصين ولا غير الصين وما قادرة تدفع وقاعد تعاني اقتصاديا، ونحن ما أخذنا قرض، ولكن يعني معاناتنا قاعد نمشي بطريقة زي ما تقول سلولي، بطريقة يعني متأخرة جدا، ولكن حنصل بعد ما العالم يكون خلص والإنترنت يكون الناس شبع منه شبع، وكل يعني والعالم والعولمة دخلت وارتاحت، والناس إريتريا تمر يا دوب يعني ببدايات بسيطه جدا يعني. فلذلك بعد 33 سنه يا دوب يسمح لك في السنترال انه يفتح لك خط وتتكلم مع اهلك، تدفع شيء معين يفتح لك الانترنت عشان تتكلم به، وهذه مراقبه من جانب الحكومه، زي ما زي ما الموجوده هنا يبيع لك خط وتتكلم، او كمان تعمل زي ما انت عاوز ويدوك حوالي 40 جيجا. يعني هذا المسائل لسه هو قال على الشعب الذي يصبر ويتحمل المصائب، والخطاب كان موجه انه نحن ما حنزل، سياساتنا حتظل موجوده ووضعنا حيظل كما هو، والسبب انه هو زي ما قال ما يحب القروض ولا يحب يمشي في الاريا دي، وعليكم ان تتحملوا وتعيشوا كما كان. مثلا عشان ما يسرح مصور، عشان ما يعمل فيها اسلحه، يقول لهم ولا وين مصور؟ وين البويه؟ هو البويه قال لهم امشي، لا المويه ما تجي عندك، قال تمشي لا يعني تمشي زي ما قال تمشي الوادي، وزي ما زمان في العصور الوسطى تمشي الوادي وتشيل يعني مويه وتجيب مويه. اذا هو بيخاطب مجتمع معين، يعني يقول له اصبروا وعليك ان تصبر ويتحمل، وهو يتكلم زي ما عاوز عشان يستمر في وضعه. لذلك في اعتقادي انه هو الطريقه اللي خاطب بها لم تكن بالمستوى المطلوب اللي الناس محتاجه له، لأن الناس عاوزة فرج، عاوزة عمل، عاوزة شغل، عاوزة تغييرات، إنه تحررت البلد لابد أن تكون فيها مشاريع اقتصادية، لابد أن تنفتح على كل، يعني أنت المواد الخام تحتفظ لحد 200 يعني تبيعها، وفي نفس الوقت ما عندها فوائد ترجع لك، يعني بيستخدمها هو الجيش، يستخدمها هو الزبائن بتاعه لقضايا أمنية بحتة، هو يتصرف فيها زي ما عاوز عشان يحمي نظامه ويبني بنية زي ما تقول أمنية. وإذا أنت تكلمت عن مصيرك هو الاعتقال، هذا هو الحل. يعني انه مثلا اذا تحدثت وخاطبت وقلت والله هذا غلط، ونحن الدول اللي حوالينا متطوره وقاعد تمشي بشكل وعندها فرص العمل متاحه فيها، والناتج المحلي يعني فوق ال 2000 دولار في السنه مثلا للدول الفقيره يعني، فانت الناتج المحلي للمواطن الاريتري زيرو، فهو عاوزه تكون زيرو. فيبدو لي الاسلوب اللي اتبع به هو زي ما قلت لك قاعد يخاطب الشعب نفسه، قاعد يقول لهم عليكم تصبروا وتتحملوا المصائب والتخطيطات الموجوده. اذا في واحد من الجماعه قال والله السياسه فرقت، فقط هو يعني محاضر في احد الجامعات العالميه، وكانه هو قاعد يحاضر في الجامعه، ولا قائد او مسؤول من شعب او مسؤول من دوله يقرر يعني شو في الحاله الاقتصاديه بتاعه وصلت لين، المواطن ده مرتاح، هل الناتج المحلي يستاهل انه الواحد يعمل له يعني يكون في كمان اعلى وعلى يمشي الدخل، بدل كان سنه السنه الجايه نحن جبنا مشاريع زياده وجبنا كوننا احتاج منه على العائد اللي حيكون للمواطن 3000 دولار اذا او 4000 دولار يعني، فمستوى الاقتصاد يكون رفع بكده لانه انت قدرت تنمي القدرات الاقتصاديه للمواطن العادي. فهو هذه الأفكار ما موجودة عنده، اللي عنده لا، إنه
بيديك محاضرة، هو عايز يعدها له، يعني عامل زي ما تقول فورم مويه كده حاجزة، او يتخيل انه يقرا عده كتب ويناقش مع نفسه وفي نفس الوقت عشان يفدي هذه المعلومات اللي يستدعي التلفزيون ويخاطبهم ويقول لهم، يتكلم معاهم بلغه راقيه جدا ما موجوده ذات المواطن ما بيفهمها، يعني لما تقول له عوامل التنميه وحتى يعني الا يكون واحد مشبع من هذا النواحي يتكلم بلغه عجيبه جدا، وبعد ذلك يقول لك والله رئيسنا مثقف، يعرف كل حاجه، يعرف كل حاجه، يعرف عن الاقتصاد العالمي، يعرف عن السياسه العالميه، يعني يعرف قاعد يقرا، لكن لما تجي في حاله التطبيق ما موجوده يعني في ارض الواقع. ففي عايش حاله بتاعت نرجسيه صعبه، انه الواحد كيف ده اللي انا فهمته استاذ كراري، ده اللي فهمته من الخطاب، وما بعرف اذا انت نعم فاهم أستاذنا، حاجه كمان. نعم أيضا الملاحظة أنه على هامش المؤتمر التقى بعدد من القيادات الأفريقية وتباحث معهم، يعني شاهدنا هذا عبر طبعا الوسائل التي نشرت هذا، يعني سواء كان وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره أستاذ شارك، ويعني شدد على يعني الهجوم على منظمة الوحدة أو الاتحاد الأفريقي والإيجاد وغيرها من المنظمات الإقليمية، وقال أنها غير فاعلة يعني وغير موجودة، حتى لو سألت عنها ما حد يعرفها، يقول طبعا بأسلوب استهجان يعني. فليه هو ما يلتقي هؤلاء القادة في بلده؟ يعني ما يقدم لهم دعوة، ولا زي عادة يعني الرؤساء يزوروا الدول، هو زي قافل على نفسه في إريتريا يعني، إلا المشاركات اللي عملها يمكن اللي شفناها في الصين وروسيا وإيطاليا والآن في الصين أستاذ. هو انا في اعتقادي السياسه فرقي، لما اول زياراته قليله جدا وما في دول زارها الا مره جنوب افريقيا وجنوب السودان وبعض الدول الافريقيه على ما اذكر، والسودان ومصر وبعض الدول العربيه. فلذلك شوف هو يعني ما مهتم بافريقيا، يعتبر ان الدول الافريقيه ما ذات أهمية بالنسبة لإريتريا، ويعتبر أن الدول ما متفاعلة معه. في السابق طبعا إفريقيا ما كانت واقفة مع إريتريا لاعتبارات أنها دل كل يعني وقوفها مع إثيوبيا، يعتبروا إثيوبيا دي زي ما تقول يعني ملاك، أو ما الناس لما تتكلم على إثيوبيا في السابق يعني يعتقدوا وكأنه أنت تكلمت في حاجة ما حابب تتكلم عليها، يعتبرها الأم، الدولة اللي ما استعمرت، الدولة اللي عندها مساهمات طويلة، وبعدين عندهم معاه يعني علاقات قوية جدا مع بالذات في مجالات اقتصادية. سوريا الليلة قد تكون الأسطول التجاري السوري اللي هو الخطوط الجوية لسوريا، يعني عندها علاقات مع كل الدول الأفريقية، يعني هي وجنوب أفريقيا ومصر والمغرب، الدول اللي عندهم إمكانيات زي دي يعني قليلين هم، لكن سوريا بحكم علاقاتها ومقر الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي موجود في مكان ده في العالم ده كله، مهما قلت على إثيوبيا فما في حد يسمع منك. يعني هو عاوز يدعم هذا الاتجاه، يعني عاوز يقود إثيوبيا في نفس الوقت كمان يجوله، ويعتقد نفسه أنه لا المرتبة اللي وصلت لها إثيوبيا لا بد كمان السياسة بنفس المستوى يتعاملوا معه الأفارقة، ودي أسلوب ما ورد. يعني إثيوبيا دوب عندها تحررت عندها 30 سنة، شاهد صح شعب نادل وقاتل واخذ حقه بنفسه، ولكن لابد ان تهدئ الامور، لابد ان تبني علاقات جيده مع الدول الافريقيه وعدم واحترامها في نفس الوقت، وعدم التنكيل بالانظمه بتاع اللي قاعد تعمله، وعدم التهجم على المنظمات الافريقيه، وفي نفس الوقت توصفها بمنظمات فاشله سواء تكون ايجاد او الى اخره. لما يتكلم على الامم المتحده مثلا فور اكزامبل، لما ياخذ يسحب من عضويته يعني الامم المتحده، ويعني فما بيقدر. شوف اقول لك أسياس عايش حالة بتاع النشوة، مثلا شخص يعني يهاجم إذا كنت إذا شافك ضعيف بيهجم عليك، يعني يشوهك ويديك محاضرة، ده أسلوب يعني بيوري إنه غير واقع. يعني أنت إذا عاوز أتعامل معك، عاوز أزورك، عاوز ألتقي بك، لابد أن تكون بيني وبينك الاحترام الموجود. يعني الفقر ما عيب، لكن احترامي كمان واجب، وأن
تجي وتحترمني وتناقشك وتديني خبراتك وتتبادل الخبرات في جميع المجالات. في دول استقلت قبل 30 سنة، يبدو لي أن وضع الاقتصادي ليه حصل لها ايش، ضروري تكون عندك دراية بوضعهم الداخلي وايش المشاكل اللي عندهم قبل ما تهاجمهم وقبل ما تصرفوا من هذه الدولة دولة فاشلة. في دول عديدة موجودة نعم أستاذ محمد علي، الشعب حاولنا أن نقدم قراءة لخطاب الرئيس الإريتري إسياس أفورقي أثناء زيارته أو اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معه الفضائية الإريترية أثناء زيارته أو أثناء مشاركته في منتدى أفريقيا والصين الذي عقد مؤخرا في الصين، وهاجم فيه طبعا المنظمات الإقليمية في أفريقيا وكذلك تدني المستوى وتخلف الدول الأفريقية وعجزها يعني في مواكبة ما يتطلبه مثل هذه المنتديات والتنمية وغيرها. يعني نعم أستاذ محمد علي الشعب، شكرا لك جزيلا على هذا الحضور، وكذلك مشاهدي ومستمعي فضائية إرسات وبرنامج قضايا وشؤون، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. إن كان لديكم سؤال نرجو تركه على رابط القناة باليوتيوب وكذلك عمل المشاركة والمتابعة حتى نصل إلى الجميع. ختاما لكم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم بخير.